بيبي باس. لنتعلم مع جوجو. الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر. انظر، هناك صديق جديد. اسمه بينجو. كلنا نحب بينجو. يحب بينجو لعب الغميضة. أين بينجو؟ حسنا، بينجو هنا. أوه، يبدو أن بينجو جائع. دعنا نطعمه. ها؟ ما هذا الصوت؟ بينجو جائع. إنه يريد تناول طعام الكلاب. بينجو، انتظر، لنفتح العبوة أولا. الرجاء مساعدة بينجو في فتح العبوة. واو، أنت رائعة. قومي بصب طعام الكلاب في الوعاء. ها؟ يبدو أن بينجو يريد أن يتناول شيئاً آخر. يريد بينجو تناول الطعام المعلب. كن صبوراً يا بينجو، دعني أفتح العلبة لك. الرجاء مساعدة بينجو في فتح العلبة. واو، أنت رائع. ضع الطعام المعلب في الوعاء. يشعر بينجو بالعطش. الرجاء المساعدة في فتح الزجاجة. أجل، أحسنت. قومي بصب الماء في الوعاء. يريد بينجو الخروج واللعب. هيا بنا نلعب. هيا نلعب في الحديقة. يتمشى جوجو مع بينجو. بينجو يتغوط. أوه لا، أين بينجو؟ لنعثر على بينجو معا. بينجو يختبئ، دعنا نكتشف مكان وجوده. كواك كواك كواك. ها؟ هل يمكن أن يكون هذا بينجو؟ إنه سنجاب.
كوكو. ديك كبير. واو، فريرة لطيفة للغاية. لقد تم العثور على بينجو. أنت مدير. بينجو المشاغب يختبئ من جديد. لنعثر عليه. إنه سنجاب. بينجو متسخ بالكامل. دعنا نعطي بينجو حماما. لا 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 لا، بينجو يستحق. الرجاء إزالة الأوراق باستخدام الملاقط. قومي بإلقاء الأوراق في سلة. متسخة للغاية. رجاء قومي بتنظيفها. صوبي على البكتيريا وتخلصي منها. وقومي بمسح القذارة. في بينجو. يبدو بينجو كأنه كرة في فقاعات. جميل جدا. حان الوقت لشطف الفقاعات. يرجى وضع بينجو على الكرسي. رجاء ساعدي بينجو في تجفيفه سريعا. وإلا فقد يصاب بنزلة برد. بينجو صديقا مقربا للجميع وينسجم مع عائلة جوجو الكبيرة. يمكن أن يؤدي إشراك الأطفال في رعاية الحيوانات الأليفة إلى تطوير إحساسهم بالمسؤولية. دعنا نجيب عن الأسئلة مع جوجو. يا له من يوم رائع! لنسجل ذلك معا جوجو. أجل، هناك صديق جديد في عائلة جوجو. من هو؟ فيل؟ جرو؟ نمر؟ أجل، هذا صحيح. يا لك من طفل ذكي.
جوجو اختيار هدية ترحيب لبينجو. كم من أي واحدة يفضل بينجو؟ طعام معلب، ميكروفون، المكعبات. أجل، هذا صحيح، يا لك من طفل ذكي. يحب بينجو الهدية من جوجو، لقد أصبح صديقين مقربين. يقضي جوجو وقتاً رائعاً مع بينجو. بينجو جائع، بماذا سيطعم جوجو لبينجو؟ رصاصة، شوكولاتة، طعام كلاب. أجل، هذا صحيح، يا لك من طفل ذكي. يقوم جوجو بإطعام بينجو بطعام الكلاب، بينجو شبعان. يريد بينجو الخروج من أجل المتعة الآن، ماذا سنضع عليه؟ حبل للقفز، طوق للكلاب، أرجوحة. أجل، هذا صحيح، يا لك من طفل ذكي. يضع جوجو طوق الكلاب على بينجو ويخرجان في نزهة. يصبح بينجو متسخاً بعد المشي. ماذا يمكن أن يفعل جوجو من أجل بينجو؟ ارتداء الملابس، أخذ حمام، ارتداء قبعة. أجل، هذا صحيح، يا لك من طفل ذكي. يعطي جوجو لبينجو حماماً ويصبح بينجو نظيفاً مرة أخرى. تم الانتهاء من كل شيء، أراك غدا. دعنا نغني مع جوجو. Bingo's lovely, we love him so much.